بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم انطلقت عروض المهرجان الدولي لأفلام الأطفال الذي ينظمه النادي الدبلوماسي في سوريا، وذلك على خشبة مسرح معهد الحرية بحضور سفراء الدول المشاركة وفعاليات تربوية ودبلوماسية. تم انتقاء 8 أفلام من 8 دول تناسب ذوق الأطفال، وسيتم عرضهم في صالات دمشق، في مدارس دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية، أيضا جزء من الدعم النفسي لأبنائنا الذين تأثروا بالزلزال. هي مساهمة مزدوجة، أولا ثقافية وحضارية، وثانيا هي دعم نفسي لأبنائنا لأنهم يجب أن يعلموا أن العالم كله يقف إلى جانبهم. المشاركة الفلسطينية هي طبعا الشعب الفلسطيني، وله حضور، له ثقافة، يعيش حياته، صحيح يعيش حياة تحت احتلال، لكن يريد أن يعيش بكل معنى الكلمة هذا الشعب مثل باقي الشعوب العربية والشعوب العالمية. هذا الفيلم يسلط الضوء على جزء بسيط من حياة هذا الطفل الفلسطيني. I think an event like this is very very important. أظن أن هذا حدث مهم جدا. إنها فرصة لتعريف الطلبة السوريين بواقع البرازيل. سوف يرون فيلما يروي بعض المشكلات التي نواجهها في بلادنا وهي مشتركة. المهرجان يهدف إلى تعريف الأطفال بعدة ثقافات من مختلف دول العالم، وإبراز أهمية إثراء تفكيرهم في التنوع الثقافي والاجتماعي، ومشاركتهم الرسائل التي تحملها هذه الأفلام. هدف الفعالية هو تفعيل الدور الثقافي والتربوي للسينما ضمن المسرح المدرسي. بالإضافة نحن عنا مسرح مدرسي، عنا رياضة، عنا موسيقى، عنا فنون جميلة. اليوم تجي الأعمال السينمائية هي إضافة على أعمال المسرح المدرسي لتكون بادرة أو خطوة أولى لمشروع أكبر لاحقا إذا الله راد. الهدف من هذا المهرجان هو أنه تعريف الطلاب بسوريا عن ثقافات الدول الأخرى، هي من ناحية. وطبعا كل فيلم بيكون بيحمل رسالة معينة، المفروض أنه الطلاب يعرفوا شو هي ويعملوا فيها. وإضافة إلى أنه الهدف الثاني ترفيه للطلاب لحتى يقدروا ينطلقوا لدراستهم بإيجابية. فعالية اليوم هي بتتضمن عرض عدة أفلام تم اختيارها بناء على عدة معايير لحتى يشوفوها أطفالنا. بتنمي كثير من القيم التربوية، بتعرف أطفالنا على ثقافات مختلفة لدول من العالم، بتساعدهم يتعرفوا على طريقة تفكيرهم وحياتهم، وبالتالي بتنمي عندهم اتجاهات إيجابية. النشاط السينمائي رائع جدا، بنم على حضارة، بنم على تطور، بنم على مراعاة الطفل وكيان الطفل من صغره ليكون هونين أبناء المجتمع القادم. فعاليات اليوم الأول تضمنت عرض فيلمين، الأول من فلسطين والثاني من فنزويلا، ويذكر أن المهرجان سيستمر لغاية 14 من آذار بمشاركة 8 دول إلى جانب سوريا.